السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابنا وطالباتنا في الصف الأول المتوسط في مادة لغتي الخالدة. نكمل ما تبقى من الدروس، وتحديدا عند الوحدة الخامسة سنأخذ في هذا اليوم المدخل ونص الانطلاق والصنف اللغوي والوظيفة النحوية والأسلوب اللغوي. نتوقع بمشيئة الله بعد دراستنا لهذه الوحدة أن نكون قادرين على اكتساب هذه المهارات اللغوية، سواء كانت في الصنف اللغوي أو في الوظيفة النحوية أو في الأسلوب اللغوي أو الرسم الإملائي أو الرسم الكتابي، وكذلك في التواصل اللغوي الشفهي أو الكتابي. بإذن الله سنكتسب اتجاهات وقيم متصلة بمجال البيئة والصحة، ونكتسب كذلك رصيد معرفي في التواصل الشفهي والكتابي في مجال البيئة والصحة. أول هذه الدروس معنا في وحدة البيئة والصحة هو مدخل الوحدة، والهدف من مدخل الوحدة إعطاء تصور للطالب عن الدروس اللغوية التي ستعلمها في هذه الوحدة. أريدكم أن تستمعوا معي إلى الحديث ثم نجيب عن ما هو موجود أمامكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. نحدد القول الدال على اهتمام الإسلام بالبيئة ثم أكتب. الإسلام دل على في هذا الحديث على اهتمامه بالبيئة، دل على اهتمامه بالبيئة. ما هو اللفظ الدال على ذلك؟ القول الدال أحسنتم، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، فهذا فيه اهتمام بالبيئة. نظافة المكان هي من اهتمامات الإسلام لهذا الشيء. في السؤال الذي يلي من خلال النص الحديث المعروض على السبورة، طبعا لن نعرض النص ولكن نريد أن نحدد الحرف الذي سيأتي معنا في هذا في هذه الوحدة، والحرف الذي سنأخذه في هذه الوحدة هو حرف الدال. سنأخذ خفية كتابته بخط الرقعة متصلا بكلمة قبله بحرف قبله طبعا، وهو لا يتصل بحرف بعده، وسنتعلم كيفية رسمه منفردا غير متصل بما قبله، وكذلك حرف الذال. السؤال الذي يليه نضع ارتباط ما بين عمود ألف وعمود باء، نكتب الجملة المناسبة بجوار العبارات الموجودة في عمود ألف. هذان ما العبارة التي تناسبها في باء؟ أنا لن أكتبها لكن سأضع إشارة للعبارة التي تناسبها، وأنتم ستكتبونها في الفراغ الذي أمامكم. هذان أدهشتهما نظافة المكان، والضرير عصاه تعينه على عبور الطريق، وهند أحسنتم منزلها مرتب ونظيف، الفتيات لا يوجد لها ما يناسبها، ومحمد أحسنتم يستخدم السواك بشكل نظيف، وهؤلاء محافظون على ملابسهم. في هذا التدريب مر معنا اسمي إشارة، وبإذن الله سنأخذ اسماء الإشارة في هذه الوحدة. السؤال الذي يليه: أصل بين نوع الرسالة والموضوع المناسب لها فيما يلي. يوجد عندنا نوع الرسالة والموضوع المناسب لها، في ماذا سأقدم اعتذار؟ سأقدم اعتذار من خلال العبارات التي أمامك. سأقدم اعتذار عند عدم التمكن من تلبية دعوة، وكذلك اعتذار عند الخطأ، واعتذار عن الحضور منظمة أو حضور مؤتمر أو أي شيء
آخر، فالاعتذار يقدم عند عدم التمكن من فعل الشيء. والتهنئة ما الذي يناسبها؟ أحسنتم، عند سماع خبر جيد ستقدم رسالة، هذه الرسالة ستكون تهنئة. فمثلا قدوم مولود أو ترقية أو نجاح أو غيرها من المواضيع. والشكوى تكون في ماذا؟ مثلا في ضعف الخدمات البلدية، أو عند رؤيتك لأي شيء يسوءك ستقدم رسالة شكوى إلى الشخص المعني. التدريب الذي يلي توجد عندي مجموعة من الكلمات توجد فيها همزة، سواء كانت في البداية أو في المنتصف أو في النهاية. أين سنضع الإشارة؟ الإشارة طبعا سنضع إشارة عمودية بالطول على الكلمات التي تبدأ بهمزة. ما هي الكلمات التي تبدأ بهمزة؟ أحسنتم، أتقن و إلى و أحمد. والكلمات التي في نهايتها همزة سنضع عمود، عفوا سنضع خط بالعرض أفقي، مثل صحراء وهواء وشاطئ. اختلفت هي طبعا ما بين على السطر أو على نبرة، لكن هنا لا يهم، ما يهمنا هو وجود الهمزة في البداية أو في المنتصف أو في النهاية. إذن تبقى عندنا الهمزات التي توجد في الوسط مثل مؤتمر ونشأة وبيئة. في نص الانطلاق بعنوان ماء الشرب، نهدف من هذا النص أن نراعي مهارة القراءة الصامتة، ومن بعد ذلك مهارة القراءة الجهرية، ونميز بين فقرات النص لنميز الأفكار الرئيسة من الفرعية. ففي كل فقرة سنجد فكرة أساسية أو فكرة متفرعة من فكرة أساسية سبقتها. لذلك أريدكم أن تقرأوا هذا النص قراءة صامتة، ومن بعد ذلك تقرأون قراءة جهرية. بعد قراءتنا للنص قراءة صامتة في 5 دقائق المفترض أن تكون، نختار الإجابة الصحيحة مما يلي. السقوط إلى الأديم، الأديم ماذا تعني؟ أريدكم أن تعودوا إلى النص وتربطونها بالكلام الذي سبقها لكي تعرفوا السياق. ما هو الأديم؟ أحسنتم، هو سطح الأرض. ثانيا، والتحول متأثرا بخواصه الجمة، الجمة تعني ماذا؟ الكثيرة، القليلة، النافعة، تعني الكثيرة. ما الخواص التي سخرها الله في الماء ليصبح سائغا للشاربين؟ أيضا وردت في النص. أريدكم أن تعودوا للنص دائما وتضعوا الكتاب بين يديكم، لأن الأسئلة جميعها إجابتها موجودة في النص. الخواص هي امتصاص الغازات وإذابة الجماد، فهذه التي وضعها رب العالمين في الماء ليصبح سائغا للشارب. يعد الماء من أهم الثروات التي يجب المحافظة عليها والاقتصاد في استعمالها. اكتب ما يمكن الإسهام به في ذلك. ما هي الأشياء التي ممكن أن تسهم بها في المحافظة على الماء؟ أحسنتم، عدم تلويث المياه، والاقتصاد في استهلاكه وتوعية الناس ليحافظوا على الماء واستخدام أدوات الترشيد. طيب، ما الحلول المقترحة لمعالجة مشكلة تلوث المياه؟ ما الأشياء التي ممكن أن نساهم بها أو نقترح حلول لنتجاوز هذه المشكلة؟ توعية المواطنين بضرورة حماية البيئة وتطهير المدن والقرى، وهي من اختصاص أمانات المدن، وكذلك وضع المياه المستعملة في أماكن خاصة ثم معالجتها بالطرائق الحديثة لنستفيد من الماء في استعمالات أخرى كالري وغيره. أستعين بالشكل التالي لألخص أهم أفكار النص. عنوان النص وهو ماء الشرب، نستخلص من الأفكار التي وردت في النص. أريدكم أن تعودوا إلى النص، وفي كل فقرة ستجدون فكرة استخلصناها من هذا العنوان، ومنها تلوث الماء، أيضا تركيب الماء جاء على هذه التركيبة، وخواص الماء، ومراحل
الماء. في الصنف اللغوي معنا في هذه الوحدة بعنوان أسماء الإشارة، والهدف من الصنف اللغوي أن أتعرف على أسماء الإشارة وميزها وكيف أستخدمها الاستخدام السليم. أمامنا مجموعة من العبارات، نركز على أسماء الإشارة الملونة باللون الأحمر. في الجملة الأولى هذا هدر لنعم الله، وفي الثانية هذان مصدران من مصادر مياه الشرب، وفي الثالثة في هاتين الجملتين حث على ترشيد استهلاك المياه، وفي الرابعة هذه ثروة غالية. أريدكم أن تركزوا على هذه الأسماء وكيف جاءت في هذه الجمل. أرسموا إشارة صح داخل كل عبارة تناسب العبارة المكتوبة في السهم الذي أمامها. تسمى الأسماء الملونة أسماء استفهام أم إشارة؟ أحسنتم، أسماء إشارة. تنقسم إلى ماذا؟ إلى معربات ومبنيات أو مثبتات ومنفيات. المعرب هو ما تتغير حركته بتغير موقعه الإعرابي، والمبني هو ما يلزم حركة واحدة في جميع الحالات الإعرابية المثبتة وهي التي لم تسبق بأداة نفي. أحسنتم، هي معربات ومبنيات. أسماء الإشارة معربات ومبنيات. فتقول جاء هذا ورأيت هذا وسلمت على هذا، وتقول جاء هذان ورأيت هذين وسلمت على هذين، فمنها معرب ومنها مبني. تصنف ضمن المعارف أو النكرات إذا أشرت إلى شخص، فهل هو شخص معروف أو نكرة؟ هي طبعا أسماء الإشارة من المعارف. استخدم الإجابات السابقة في إكمال تعريف اسم الإشارة. اسم الإشارة هو اسم، أحسنتم، معرفة وليس نكرة، يدل على مشار إليه معين. فأنت تشير على هذا تقول هذا، وتشير على مجموعة فتقول هؤلاء، وتشير إلى شخصين فتقول هذين وغير ذلك، أو تقول تلك وتلكما إلى آخره من أسماء الإشارة. أسماء الإشارة جميعها فراغ عدا المثنى منها فإنه معرب. ما هو عكس المعرب؟ أحسنتم، المبنية. فجميع أسماء الإشارة مبنية عدا المثنى منها، وهي هذان وهذين، هاتان وهاتين، رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. أحدد أسماء الإشارة في الأمثلة التالية ثم أكمل الجدول الآتي. المياه التي نشربها ليست بتلك النقاوة الكيميائية. ما اسم الإشارة هنا؟ أحسنتم، تلك. وأشارت إلى ماذا؟ أشارت إلى النقاوة. جاءت تلك بأي دلالة؟ هل جاءت للمذكر أو المؤنث؟ للمفرد أو المثنى أو الجمع؟ تدل على قريب أم بعيد؟ أحسنتم، هي للمؤنث المفرد وتدل على البعيد، وتلك تكون مبنية لا معربة. في المثال الثاني اسم الإشارة ما هو؟ هذين، والمشار إليه الغازين، وهذين تدل على المذكر المثنى وتدل على مشار إليه قريب وليس بعيد مثل تلك، وهي معربة أم مبنية؟ تأتي معربة لأنها مثنى. في المثال الثالث اسم الإشارة هاتان، وأشارت إلى كلمة الخاصتان، وتدل كلمة هاتان على المؤنث المثنى وتشير إلى شيء قريب، وتأتي دائما معربة لأنها مثنى. في المثال الأخير اسم الإشارة هؤلاء، وهؤلاء تستعمل طبعا المشار إليه الناس، وتستعمل للمذكر والمؤنث معا، نقول هؤلاء الرجال ونقول هؤلاء النساء، ودائما تأتي للجمع لا يشار بها إلى مثنى أو مفرد وتدل على القريب. واسم الإشارة هؤلاء دائما يأتي مبني، وعندما نقول مبنيا أي يلزم حركة واحدة وهي الكسر، هؤلاء وتلك تلزم حركة واحدة علامة واحدة وهي الفتح، نقول تلك.
وهذا تلزم حركة واحدة وهي السكون، نقول هذا السكون على الألف، فالمبني يلزم علامة واحدة والمعرب يتغير بتغير حالته الإعرابية. أسماء الإشارة ودلالاتها، هناك أسماء إشارة تدل على القريب وأسماء إشارة تدل على البعيد. أسماء الإشارة التي تدل على القريب هي هذا وهذه وهؤلاء وهاهنا، لا نشير بهذه الأشياء إلى الأماكن البعيدة وإنما فقط للأشياء القريبة. أما أسماء الإشارة للبعيد فهي ذاك وذلك وتلك وأولئك وهناك وهنالك. استخرج من نص الانطلاق أسماء الإشارة وحدد دلالاتها، هل هي للمذكر أو المؤنث، للمفرد أو المثنى أو الجمع، تدل على قريب أم بعيد. أريدكم أن تطبقوا هذا الدرس بالرجوع إلى نص الانطلاق. في الوظيفة النحوية الجر بالإضافة، أخذنا في الوحدة الرابعة الجر بحروف الجر، وهنا نأخذ الجر بالإضافة. نتعرف الاسم المجرور بالإضافة وأميزه وكيف أستخدمه. أمامنا الشكل، سنقارن جر الاسم بحروف الجر وجره بالإضافة. حروف الجر وهي الباء ومرت معنا في الوحدة الرابعة، وكذلك على، في، إلى، من وغيرها من حروف الجر. وتسبق أحسنتم الاسم وتجعله مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، تجعله مجرورا. ومثال ذلك أقول أنا الماء مركب من اتحاد غازين، كلمة اتحاد جاءت مجرورة بحرف الجر من. الإضافة تتكون من فراغ ومضاف إليه، نقول مضاف ومضاف إليه، المضاف يأتي قبل المضاف إليه، يكون المضاف إليه مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا، دائما يأتي مجرورا. ومثال ذلك أقول الماء مركب من اتحاد غازين، هنا المجرور بالإضافة كلمة غازين، أما المجرور بحرف الجر من هي كلمة اتحاد، فاتحاد مجرورة بحرف الجر من وغازين مجرورة بالإضافة. نتأمل الكلمات الملونة في التراكيب لأجيب وفق المطلوب. توجد أمامي 9 أمثلة، نركز في الكلمات الملونة باللون الأزرق والكلمات الملونة باللون الأحمر وهي المضاف إليه والأزرق المضاف. المضاف إليه يتم معنى ماذا؟ بلا شك يتم معنى المضاف. فلو قلنا فإذا وصل الماء إلى سطح وتوقفنا لجاء المضاف غير تام المعنى، فالمضاف إليه يتم معنى. كذلك لو قلنا تقذف فيه قاذورات وتوقفنا، ما هي هذه القاذورات؟ القرى. لا يكاد يبدأ باختراق طبقات ووقفنا، لما تم المعنى، وإنما يتم إذا ذكرنا المضاف إليه. المضاف يكون نكرة، سطح، ماء، اتحاد، سيد، أقدار. والمضاف إليه يكون نكرة مثل غازين، ويأتي أيضا معرفة مثل الأرض والشرب وغازين والعناصر معرف بأل، وكذلك الضمير ها، الضمائر جميعها معرفة. يعرب المضاف حسب موقعه في الجملة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أما المضاف إليه فلا يعرب إلا مجرورا. نعلم أن المضاف يحذف منه التنوين ونون المثنى ونون جمع المذكر السالم، نقول مسجدين، فإذا أردنا أن نضيفها نقول مسجدي الحي، نقول مسلمون، فإذا أردنا أن نضيفها نقول مسلمو أفريقيا، وقس على ذلك بقية الأمثلة. أتذكر أن المضاف إليه يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا متصلا، الأرض، الشرب، غازين، هذه أسماء ظاهرة، أما الضمير في حولها جاء ضميرا متصلا مضافا إليه. نتذكر أن الضمائر مبنية وتلزم حركة واحدة وهي هنا في محل جر، لأن درسنا المضاف إليه، والمضاف إليه لا يأتي إلا مجرور. أما الأسماء المعربة تأتي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة بحسب حالتها الإعرابية بحسب موقعها في الجملة، وتختلف علامة جرها باختلاف نوع الاسم، فقد تكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة إذا جاءت مفردة أو جمع تكسير،
ومجرورة وعلامة جرها الياء مثل المستقين وغازين إذا كانت جمع مذكر سالم أو مثنى. هل جاء المضاف في الأمثلة السابقة اسما ظاهرا فقط؟ لا، وإنما جاء اسما ظاهرا وضميرا. نريد أن نصنف المضاف إليه بحسب ظهوره اسم ظاهر أو ضميرا متصلا في الأمثلة السابقة. نلاحظ سطح الأرض، المضاف إليه الأرض جاء اسما ظاهرا، وكذلك الشرب، غازين، العناصر، المستقين، الجو، القرى والثرى، وجاءت مضافا إليه جاء المضاف إليه ضميرا متصلا في حولها وطعمها. ما علامة إعراب المضاف إليه؟ يكون مجرورا وعلامة جره الكسرة أو الياء. الكسرة في قولنا الأرض الشرب، والياء في قولنا غازين والمستقيم. هل تكون الكسرة ظاهرة إذا كان مجرورا بالكسرة كقولنا سطح الأرض؟ هل تكون ظاهرة أم مقدرة؟ تأتي ظاهرة وتأتي مقدرة. لو قلنا سطح الأرض، الأرض تظهر عليها العلامة. أما في قولنا قاذورات القرى وصميم الثرى لا تظهر الحركة لأنها لا تظهر مع الألف، فالعلامة قد تكون ظاهرة أو تأتي أيضا مقدرة بحسب انتهاء آخر الكلمة. أعود إلى نص الدعم وأستخرج مضافا إليه اسما ظاهرا وضميرا وأعربهما. أريد أن تشكل ما بين الاسم الظاهر والضمير كذلك. أقول اتحاد غازين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، وتأتي أيضا بعدة أمثلة من ضمنها تأخذ المياه طعمها المعتاد المضاف إليه هنا الضمير المتصل. أريد أن تستخرج أيضا مجموعة من الأسماء التي تعرب مضافا إليه. الهدف من الأسلوب اللغوي في درسنا الجملة الاسمية المثبتة أن أتعرف الجمل الاسمية المثبتة وأميزها وكيف أستخدمها. نتذكر أن الجمل نوعان، تأتي اسمية وفعلية. الاسمية تتألف من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، مثل الشجرة مثمرة، الشجرة مبتدأ ومثمرة خبر، فابتدأت باسم لذلك قلنا عنها اسمية. أما الجملة الفعلية تتألف من فعل حدث صار و أحد ما قام بهذا الشيء، لذلك نسميه الفاعل الذي قام بهذا الشيء. فعندنا المثال تثمر الشجرة، بدأت بفعل لذلك نقول عنها جملة فعلية. الجملة التي تفيد خبرا تسمى جملة خبرية، أي إذا أردت أن تخبر عن شيء، الشجرة مثمرة، أخبرت عن الشجرة بأنها مثمرة، وكذلك تثمر الشجرة، سواء كانت هذه الجملة اسمية أم جملة فعلية. تثمر الشجرة جملة خبرية، وكذلك الشجرة مثمرة جملة خبرية. الجملة الخبرية تفيد الإخبار بحصول شيء ما، أما الجملة الطلبية فإنها تفيد طلب حصول شيء، إذا كان فيها طلب تسمى جملة طلبية، أما إذا لم يكن فيها طلب، أنت فقط تخبر عن شيء، فهي جملة خبرية. ومن أساليب الطلب في اللغة العربية أسلوب الأمر، كقولك اذهب اشرب كل نم، هنا طلب أن تفعل هذا الشيء. وكذلك الاستفهام، تريد الجواب، تطلب الجواب، هل ذاكرت؟ والنداء، يا يوسف، تطلب النداء. وكذلك النهي، تطلب الترك، فتقول لا تذهب أي تترك الذهاب، وكذلك لا تشرب ولا تأكل ولا تنم، إلى آخره من الأمثلة، وقس على ذلك ما أردت. الجملة الاسمية المثبتة هي التي تخلو من أدوات النفي نحو ما وليس، إذا لم يسبقها ما أو ليس فهي جملة اسمية مثبتة، أما إذا سبقت بها ذين بهذه الأداتين ستكون جملة منفية. إذا استخدمنا إن وأن في الجمل الاسمية فهي تفيد تأكيد قوة الخبر في ذهن
المتلقي. تقول مثلا محمد قائم جملة اسمية مثبتة، إذا قلنا ما محمد قائم نفيت عنه القيام، ليس محمد قائم أيضا نفيت عنه القيام. أما إذا قلت إن محمدا قائم فأنت تؤكد هذا الخبر، تؤكد قيام محمد. في الجمل التي أمامك الاسمية الخبرية لا لون ولا رائحة ولا طعم للماء، ما المياه التي نشربها بتلك النقاوة الكيميائية، جاءت جملا اسمية منفية بدلالة ماذا؟ كيف عرفنا أنها جمل منفية؟ المثالين الأولين فقط، أحسنتم بدخول لا وما عليها. أما في المثال الأخير إن الماء النقي مركب من اتحاد غازين، كيف عرفنا أنه أن الجملة هنا مثبتة؟ عرفناها بدلالة دخول إن عليها، لذلك نقول هي جملة اسمية مثبتة. نطبق ما تعلمنا ونعود إلى نص الانطلاق لنستخرج جملة مثبتة وأخرى منفية، ونأتي بالدليل كيف جاءت مثبتة وكيف جاءت منفية. وأيضا أريدكم أن تفرقوا ما بين الجمل الخبرية وكذلك الجمل الطلبية. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.